لسه مكملين معاكم الحقيقه سهرتنا الممتعه اللي بقت اكثر امتاعا بانضمام نجومنا نجوم النادي الاهلي كابتن عادل طعيمه وكابتن احمد عبد الفتاح، واكيد الحديث يا كابتن عادل عن مباراه الاهلي وسيمبا التنزاني شيء مهم جدا. الحقيقه ان النادي الاهلي متمرس في هذه الادوار من البطوله الافريقيه، ولكن مواجهات سيمبا والنادي الاهلي سابقا او الماضيه بتنم على انه صعب جدا ان احنا نتوقع المواجهه دي هتمشي ازاي، خاصه ان ظروف النادي الاهلي ظروف صعبه جدا، وأكيد صعب توقع المباراة وفرص النادي الأهلي فيها إن شاء الله. يعني زي ما كان معنا تقرير للجمهور كان بيأمل إن احنا نخلص المباراة هناك نكسب علشان نرجع مرتاحين في ماتش العودة. شايف إزاي ظروف النادي الأهلي وفترة التوقف إزاي كمان عادت للاعيبة النادي الأهلي في هذه المباراة المقبلة أمام سيمبا التنزاني؟ احنا بقالنا 5 سنين إيه الظروف اللي كانت كويسة في النادي الأهلي؟ تروح كأس عالم أندية معكيش فرقة تلعبي بال، فتروح رايح افريقيا تبص تلاقي 12 ساعة سفر وتيجي تلاعب فرق في الدوري مريحة بقالها 15 يوم. خلاص النادي الاهلي تعود على الموضوع ده، ولاعبتنا رجالة والجهاز الفني والإدارة دايما عارفين انه النادي الاهلي في المواقف اللي زي دي بيبان المعدن الأصيل. يعني ونيجي على المنتخب، يعني النهارده لما يكون في 9 و10 من منتخب مصر من النادي الاهلي هيتسابوا بكره بالليل وهيسافروا في الفجر، طب هيلعبوا ازاي يوم الجمعه؟ طبعا عمليه طبعا شاقه جدا. ومع ذلك هل النادي الاهلي من المفروض النادي الاهلي انه لعبته قبل الماتش اظن 72 ساعه يبقى موجودين مع الفريق، هما يسافروا فجر الاربعاء؟ ما يقدرش النادي الاهلي ياخد قرار زي كابتن خطيب لما اخذ قرار ان احنا نروح كاس عالم للانديه، وكان المنتخب بتاعنا بيلعب في افريقيا ورحنا الفريق نصه تقريبا موجود في المنتخب ورحنا خدنا البرونزيه وكسبنا الهلال، كسبنا الهلال 4 اللي كان جايب لعيبه ب 27 مليون للبطوله دي. وطبعا كسبنا الماتش الاولاني جول بتاع هاني كان مع الفريق المكسيكي. ف برضو اللي موجودين في النادي الاهلي باستثناء المنتخب، وده اللي عمله كولر، ما خلاش في حاجه اسمها اساسي واحتياطي، خلى في فريق متكامل كل واحد في كل مركزه ليه بديل واثنين، وبالتالي مش هتلاقي الفرق كبير. صحيح. يعني هيبقى بس في بعض المراكز هيبقى فيها بس خوف شويه، سردباكين في وسط الملعب، انما الاطراف سواء الظاهرين او حراسه المرمى او المهاجمين العدد اللي عندنا الحمد لله ان شاء الله كافي. عشان كده حتى عباره الاهلي بمن حضر بقت متحققه بقوه في الظروف اللي زي دي، وده خلاص الولاد ابطالنا اتعودوا على ده، خلاص عارف ان هو ده اللي موجود وده اللي انا هعمله. قدر النادي الاهلي وقدر لعيبه النادي الاهلي، بس لغايه امتى هنفضل نراهن على قوه وصلابه وتعود اللعيبه على الظروف الاستثنائيه دي؟ ليه الحاجات دي مش بتتراعى بشكل مسبق؟ ليه الحاجات دي مش بتتظبط قبل منها بشكل مسبق فيما يتعلق بمساله مثلا مواعيد المباريات وبقيه التفاصيل؟ من بعد ما كانت كفاءات مصريه بتدير الاتحاد الافريقي، دلوقتي ما فيش حد في الاتحاد الافريقي غير هنا المهندس هنا بوريده. الكفاءات الثانيه اللي كانت موجوده مصطفى كامل يعني الناس اللي كانت بتدير الملف وبالمواعيد بالامور الفنيه مش موجوده، وبالتالي تبص تلاقي انت النهارده بتلعب يوم 26 وعامل لك يوم 29 مباراه في التصفيات واللي هي خروج مغلوب، فطبعا انت هو في استنزاف بقى يعني اكتر من كده، انت ازاي؟ وبعدين ده كان ده لولا فوزي لقح ده عمل حاجه يعني برضو الحمد لله بنشكره عليها. كاس العالم للانديه هيبقى مع البطوله الافريقيه، فهو خد قرار ان لا يعني دي هتبقى في وقت ودي هتبقى في وقت تاني، بحيث ان احنا كانوا رابطين الاثنين ببعض. تخيل انت يعني النادي الاهلي يروح يبقى بيلعب كاس عالم انديه والمنتخب بيلعب امم افريقيا في نفس الوقت، طب ازاي يعني؟ يعني دخل فيها نوع من انواع يعني التخبط، يا اما يعني مش عايز يعني نقول انها مؤامره، هي مش مؤامره ولا حاجه، بس يعني لو مش مؤامره تبقى عبث، يبقى في مروحناش بعيد في الحالتين، يعني النتيجه واحده في الاخر هي على حساب لعيبه النادي الاهلي. كابتن احمد شايف النقطه دي ازاي؟ اكيد طبعا لعيبه النادي الاهلي من اكثر اللعيبه اللي بتلعب طول الموسم عدد من مباريات كبيره جدا، واحنا بقى لنا 3 4 5 سنين بنتكلم في القصه دي. النادي الاهلي والاجهاد والمباريات من اللعيبه، بنتكلم بالذات على لعيبه المنتخب
اللي هو بيخلص مباراه في المنتخب يلعب النادي الاهلي في بطوله افريقيا، خلص افريقيا يخش على الدوري، دوري يخش على كاس مصر، يروح على المنتخب بطوله افريقيا. فداخل من دوامه بيلعب له حوالي من 50 60 ماتش في الموسم، فده صعب جدا جدا يعني. بتلعب مع النادي الاهلي في بطوله الدوري والكاس وكاس عالم انديه وبطوله افريقيا، وبعدين تلعب مع المنتخب اذا كان تصفيات كاس عالم، تصفيات افريقيا، موضوع مع الوضع في الاعتبار يا كابتن احمد ان مصلحه المنتخب اكيد فوق اي شيء، وده النادي الاهلي دايما دا بيعمله علشان حد يشوف يسمع كلامنا يقول لك يعني انتوا عايزين يا جماعه احنا دايما بنتكلم كده. احنا بنتكلم ان كل الظروف دي وفي الاخر النادي الاهلي بنشوفه الحمد لله في المباراه النهائيه طبعا، الحمد لله بنشوفه في كاس عالم الانديه. ففي الاخر ان احنا المقوله زي ما انت حضرتك قلتها، الاهلي بمن حضر، دي نقطه بان هو الحمد لله خلال من ساعه ما النادي الاهلي اسم النادي الاهلي الحمد لله اي حد بيلبس تيشيرت النادي الاهلي بيأدي على اعلى مستوى. مع مستر الكوره كمان موضوع مختلف، عنده ما شاء الله مجلس الاداره مسخر له مجموعه من اللعيبه في كل مكان، واحد او اثنين وثلاثه، وكل شويه في دعم. لما في عندك مشكله في مكان تبدأ تشوف المكان دي في مشكله فيه، بتبدأ تدعم المكان ده. يعني لو فكرنا مثلا في مكان زي السردباكات، بنتكلم في ظل اصابات ياسر ابراهيم، في محمد عبد المنعم، في رامي ربيعه، في مثلا نص الملعب بنتكلم في كوكا، امام ربنا يشفيه، في مروان، في ندفيد، ما عندكش مشكله في اي مكان. وعمرو السوليه طبعا كابتن الفرقه، بنتكلم على الاجنحه حسين الشحات، رضا سليم، بيرستاو، رضا سليم، خش على الفراودة، بتكلم في ثلاثة من أحسن الفراودة، كهربا ومودست ووسام، فما عندوش مشكلة. أي غياب على طول بيبقى، بس أتمنى طبعا وجود إحسان الشحات من اللعيبة اللي خرجت من المنتخب، إحنا مش عارفين مدى أصابته، أتمنى وجوده في المباراة من اللعيبة المميزة جدا، من هدافين الفرقة إن شاء الله. إمام طبعا أتمنى له الشفاء ويرجع بسرعة. دي 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 ضريبة إنك أنت لعيب المنتخب، عادي طبيعي إنك أنت بتلعب إصابة، انت مش عامل حسابك على كده، حاجات حضاريه. اتمنى التوفيق ان شاء الله في المباراه، ونقدر نتغلب على كل الظروف دي، ان احنا متعودين على لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله بتكسر اي ظروف وبتعدي لغايه ما نوصل للمباراه النهائيه ونفرح جمهور النادي الاهلي ان شاء الله. طيب